أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وكل من شك بفعل هل فعل أو لا فالأصل أنه هذا ما فعل. إذا شككت هل قضيت صلاتك الفائتة أو لا فالأصل أنك ما قضيتها، وإذا شككت هل قضيت يومك الذي فات من رمضان أو لا فالأصل أنك ما قضيته، وعلى ذلك فقس. مو بفقس، لا، التفقيس للدجاج، لكن وعلى ذلك فقس.